بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن جانب من الفضائل التي كان يتحلى بها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأ في بيت النبوة منذ صباه، وبمجرد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى الإسلام وعن إخلاص العبادة لله الواحد القهار، كان سيدنا علي أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الصبيان. دخل في الإسلام وهو صبي لم يبلغ الحلم بعد، لكنه لأنه يعيش في بيت النبوة، بمجرد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى الإسلام دخل في الإسلام ونشأ في بيت النبوة ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ صباه إلى أن فارق الحياة. يكفيه فخرا ويكفيه شرفا ويكفيه شجاعة أنه عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة، اختار سيدنا علي رضي الله عنه لكي ينام في فراشه وهو يخرج مهاجرا إلى المدينة المنورة، ورضي سيدنا علي بذلك مع أن في نومه في مكان النبي عليه الصلاة والسلام من المخاطر الكثير، لأن المشركين كانوا يريدون أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. اجتمعوا وقالوا نجمع من كل قبيلة أو من كل عائلة شاب صفته كذا وكذا وننتهي منه وتشيع دمه في القبائل، يشيع دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رضي سيدنا علي طائعا مختارا أن يفتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. إلى جانب ذلك نقرأ سيرته رضي الله عنه وأرضاه، فنراه على رأس الذين شاركوا في جميع الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. شارك في غزوة بدر، شارك في غزوة أحد، شارك في غزوة بني القينقاع، شارك في غزوة بني النضير، شارك في غزوة بني قريظة، شارك في كل الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن الحق، للدفاع عن الدعوة الإسلامية. وكان رضي الله عنه هو البطل الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقابل المشركين وبأن يقف في وجههم
فيقول لبيك يا رسول الله في غزوة بدر وحصل القتال بالمبارزة، كان سيدنا علي على رأس المبارزين وقتل خصمه. في غزوة أحد دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال. إلى جانب هذه الشجاعة والجهاد من أجل أعلاء كلمة الحق والوقوف في وجه الباطل، نراه رضي الله عنه كان على رأس المحبين للعلم الذين أخذوا علمهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب العلم ويوصي أتباعه وأصدقاءه وتلاميذه، يوصيهم بالتحصن بالعلم، يوصيهم بالتزود من العلم. يحدثنا أحد تلاميذه وهو كميل بن زياد فيقول أخذ علي بن أبي طالب بيدي إلى المقابر ثم قال لي يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك يا كميل. الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزيد بالنفقة والمال ينقص بالإنفاق. يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نراه يدعو الناس إلى التزود بالعلم النافع، لما؟ لأنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى، قرأ قول الله عز وجل، قرأ قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا جانب من الفضائل التي تميز بها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فضيلة القوة والدفاع عن الحق، وفي الوقت نفسه فضيلة التسلح بسلاح العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.